خاب من تمسك بكم. أمن من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. ساروا ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنين أصوب الدم صوب عهادي وسرت بقلب المستهام ركابهم. تعلو به جبلا وتهبط وادي ولقد وقفت بها وقوفا مولل. واقف على الدار ونسأل الفاقدين دار الحبيب خالية هذه الليلة. شقد موحشة شقد مؤلم لما تمر عليها. ولقد وقفت بها وقوف مولن وبمهجتي للوجد قد حو زنادي شو تسوي. قال أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأنوح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى ذوك وين راح. أودعناهم إلى التراب. يا دار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي. يا دار قد ذكرتني بعراسك قفرا عراس بن النبي الهادي لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد تركها خالية. لكن وين المصيبة في الدور لو في كربلاء؟ قال لا في كربلاء وكل المصيبة ترى في قلب الحوراء زينب. تعال شوف الحوراء زينب في كربلاء. احنا كلنا نودع الأحبة ونتزود من الأحبة. زينب شلون ودعت أبو علي؟ قال جاءت في ظلمة الليل مع النساء مع الأطفال يدها في يد سكينة. لما وصلنا إلى المعركة ارتفع الأنين والمكان
التفتت سكنة إلى عمتها زينب، شو تقول؟ تقلها ما ظنيت يا عمي ولا جانت على بالي عشيرة بيوم نفقدها وظلينا بلا والي. قالت قومي اللولي يا عمي بوادي الصرعة حتى نشوف وليانيش ويما جسادهم ننعم بنغسل جنايزهم من العينين بالدمعة. يسكن ولينا يقوم ينظر حالك وحالي راحت للمعار شلون يا محبين راحتها على ذيك الأجساد الدير سكن بيد عمت وياهم حرم ويتام كل من تدق هامتها وصلوا يم جنايزهم وصار نياحهم عالي. وصلوا الى الشبان ها يا عمان دهش قلبي من الشبان مصروعة جنايز جيفا نعرفها ومنها الروس مقطوع ومنها اللي بجنب حسين حتى مكسر ضلوعا. قالت لا تنشديني يا سكنا صدع ذلالي هذه جثة ابن أمي ويتكلم من المنحار وهذا اللي بجنب حسين يسكن علي الأكبر وهذا معرس جنايم على التربان ومعفار. دهشن حسين بمصابة يا سكنة وانصدع بال عم يا عم. اجوا الى جسد الحسين شافت جثة صغيرة على صدر ابي عبد الله. عم هذه شبان هذا على يمينه هذا على شماله وهذا ابويا الحسين بس هذه جثة صغير. اوالي اوالي يا عم وشنه اللي بصدر حسين مطروحة هذه جثة صغير بسهم البين مذبوح. قالت هذا طفل حسين وكبد امك المجروحة صار المهد صدر حسين حقا والمهد خالي. أيوة إماما أيوة سيدة زينب بأبي وأمي اندهشت من هالمناظر لكن إجاها النداء أويلي لنها بالسهام تقول خلي هالعتب عنك والله روحي سايل المسمار يوم الصاب صدر امك حرق الباب ذاك اليوم منه من حرق خدريج
عصرت خوج خلف الباب ما خلت الجوالي ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ما حقيقة الموت ولماذا يفر الإنسان من مجرد ذكره الموت هل هو نهاية البشر كما يراه كثيرون أن الموت هو نهاية البشرية من مات خلاص أغلق حسابه أما نحن أتباع لا إله إلا الله محمد رسول الله أتباع ملة الإسلام نؤمن بأن الموت ليس نهاية بل هو بداية الحياة الحقيقية حياة الدنيا ما هي إلا متاع أيام معدودة يقضيها الإنسان في الدنيا ثم ينتقل إلى الحياة الحقيقية التي خلق الله تبارك وتعالى البشر من أجلها يعني أنت تتصور أن الله تبارك وتعالى خلق البشر مجرد إلى هذه الدنيا المليئة بالابتلاءات المليئة بالغرور لا الإنسان خلق للآخرة وليس للدنيا ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول خذوا من ممركم إلى مقركم هذا ممر وكلنا عابر سبيل في هذه الدنيا الدنيا مزرعة الآخرة يقول أمير المؤمنين فالموت ما هو إلا انتشال الروح من هذه الماديات من هذا الجسد المادي لأن توضع في إطارها الحقيقي الذي خلقت من أجله عندما تنزع من هذا الجسد الموت ليش يفر الإنسان من ذكر الموت الآن كل من يذكر له الموت خصوصا في هذه الأيام اللي اشتغلت الناس بكل شيء من ما حد يذكر الموت يفرون من ذكر الموت وهذا بنص القرآن الكريم أن الإنسان يفر من ذكر الموت ما يبغي يسمع بذكر الموت وليش مو إحنا كل ليلة يا مؤمن كما ينص القرآن الكريم ها الموت الميتة الصغرى كنا عندما نضع رأسنا على الوسادة ترى إحنا نموت بس ما تخرج الروح تقولوا ها الروح تخرج صحيح من الجسد وتربط بحبل من نور إذا قطع الحبل خلاص راحت الروح ما رجعت مرة أخرى ولذلك القرآن الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يبغي إلها من يتفكر
من يأخذ العبرة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول كفى بالموت واعظا، كفى بالموت، ماكو موعظة أعظم وأكثر تأثير على قلب الإنسان أكثر من الموت، والذي لا تؤثر فيه موعظة الموت هذا مظلم كالليل البهيم، ما تأثر به الموعظة. ليش يفر الإنسان من ذكر الموت؟ بمجرد أن تذكر الموت شايف فتح لسالفة ثانية ومشى عن ذكر الموت. عدة أسباب. السبب الأول الفهم الخاطئ للموت، فهم خاطئ للموت. حين يقول أنا شاب صغير لا زلت في مقتبل العمر، أنت مولاي إيش تضمن إلك أن أنت اليوم مع الناس غدا أنت تودع في التراب؟ تضمن إلك ما الضمانة؟ وإن أخوف ما أتخوف عليكم أمران، الهوى وطول الأمل. طول الأمل، الناس تأمل في هذه الدنيا عندها أمل طويل، لا بعد شباب غزاه الشيب الأبيض شوية قال إلا هذه كم نتفة شيبة ما تضر الإنسان. لا يا مولاي، ها كثرة الأمل مشكلة. أمير المؤمنين وإن أخوف ما أتخوف عليكم أمران، الهوى وطول الأمل، هذا فهم خاطئ إلى الموت. السبب الثاني التعلق بالدنيا، أكو كثير من الناس متعلقين بالدنيا، رابطين أنفسهم بسلاسل في الدنيا، ما يبغي يطلع عن الدنيا، يجمع الأموال من حلال من حرام. ها؟ أول ما تذكر أمام الموت يقولك أنت شلك بذكر الموت، خلينا في الدنيا نلهو ونلعب، ويأخذنا الأمل يأخذنا الغرور، نجمع الأموال. السبب الثالث وهذا أخطر الأسباب عام، الذنوب. الذنوب، الإنسان المذنب هذا ما يفكر في الآخرة، لأن التفكير في الآخرة بحضور الذنوب هذا يسوقه مباشرة إلى نار جهنم. ولذلك إحنا عدنا بالرواية إذا أذنب الإنسان أو العبد ذنبا أصبح في قلبه نقطة سوداء، استغفر الله رجع إلى الله تزال هذه النقطة السوداء، لكن إذا أصر على ذنب وأذنب ذنبا ثاني وثالث ورابع أصبح القلب أسودا كالليل البهيم، هذا اللي ما تأثر به الموت. لذلك يجون إلى أبو ذر، أبي ذر الغفاري، يقول لي يا أبا ذر ما لنا نخاف من ذكر الموت؟ قال تخافون من ذكر الموت لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تخافون الانتقال من العمران إلى الخراب. أنت ما هيأت إلى نفسك عمل، ما قدمت إلى نفسك عمل فتنتقل إلى الخراب. لا، النبي صلى الله عليه وآله شو يقول؟ يقول لكل دار باب وباب الآخرة الموت. الموت، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بس تحتاج إلها عمل. من اللي يحب لقاء، من اللي ما يحب لقاء الله بعمل صالح؟ تحتاج لها عمل. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام شو يقول؟ الإمام الحسين يقول الدنيا ممر الآخرة، الدنيا ممر الآخرة. الإمام الحسين يقول أفتخافون الانتقال إلى العمران وإلى الجنان الخالد؟ الإمام الحسين صلوات الله عليه يقدم لنا نموذج كيف نقدم على الموت بقلوب مطمئنة، قلوب مطمئنة. ولذلك كل أنصار الإمام الحسين في كربلاء قلوبهم مطمئنة، لكن خلفوا آلام، والفقد مؤلم. عندما يفقد الإنسان حبيب لا شك أن الفقد مؤلم. أسيبا شباب في ريعان الدنيا، زهرة في الدنيا، وتفقد مرة واحدة هذا يأثر على القلوب لا شك. مثل ما يقول العلماء الصبر عدة أنواع، أكو صبر على المصيبة
أكو صبر على الطاعة، لكن أعظم أنواع الصبر التي يجزى عليها الإنسان الصبر على المصيبة. الصبر على المصيبة، المصيبة تحتاج إلها صبر. لا سيما عندك شاب تودع وتودع إلى القبر وتخلي خد على التراب وتهيل عليه التراب، هذه فاجعة مصيبة تحتاج إلى صبر. تمر على دارة وهي خالية، تمر على دارة خالية، وإذا عنده بعد أولاد وشفتون أولاده بعد بين فترة وأخرى يذكرونكم بأبوهم، ذكرونكم بأبوهم. لا سيما الأم، الأم اللي تفقد شباب هذه ما تهنى بليل ولا بنهار بعد، وكل ما شافت أولاده ضمتهم إلى صدرها وشمتهم، شفيك أمه؟ قالت أشم ريحة ولدي، ولدي فارقت. فجيعة الأم إذا تمر عليها مناسبة وهي فاقدة شاب، هذه يطير قلبها، متعودة بالأعياد بالمناسبات بالمواليد، كل شوية فاتح الباب وداخل من الباب وطالع ويا الناس، تأخذها عاطفة الأمومة، تفتح الباب وإذا تشوف الناس في فرح تدور يمين شمال، شو تدورين؟ قالت أدور ولدي، متعودة عليه، حامل ولد على صدره على ذراعه وطالع ويا الناس بس ما أشوف، تحن على ولدها. شو تقول لسان الحال؟ تقول يا شبان ما مر بكم ولد، يدور ولدها يا شبان يا شبان ما مر بكم ولد، ضايع إلى أمه بليلة العيد، دار خلية قاعدة بدار الأم، والله فقد الوالدة لولاد همجيد، تظل تتعفر بداره وتحين. لكن وين سلوتها هذه الأم؟ سلوتها هناك بكربلاء وهي كعبة الأحزان زينب، تقول لها فقدتين ولد؟ أنا فقدت ولدين في كربلاء، ومو بس ولدين، فقدت أخوي الحسين أبو فاضل، كل إخوتي فقدتهم في كربلاء. تسليها، شو تقول إلها بعد بلسان الحال؟ كأن زينب تواسيها الفاقدة، لن زينب تناديها وهي تجري دموع العين، لن زينب تناديها وهي تجري دموع العين، خليها البكا والنوح يا شيعي لا تبكي، ابنك من وقع القاع تلقاه اخوي احسن. اللي يحب الحسين، ها اللي متعلق بمآتم الحسين ما يخليه بعد، ابنك من وقع القاع تلقاه اخوي احسن، انتي ما تشوفينه وانا شافت عيوني، لو شفتين حاله شلون يخلي القلب يتفطر، راس ابن بوسط حجره وهو يصرخ من المنحر، بعد ما وصل 20 ذكرني بعلي الأكبر، انتي ما تشوفينه وانا شافت عيون. هذه الام الفاقده عادها، بعد اللي يفقد اخو مصيبه ثانيه عاد. تعود الاخوات الأم يشوفون الأخوان هذا إيده بإيد الثاني، وإذا بهم قد دفنوا أخاهم ورجعوا بالتراب، يسألونكم ها وين أخوكم؟ دفنتونا ورجعتون بليا، هان عليكم تخلون التراب على ذلك الوقت،
الله يساعدكم الفاقدين. لكن محب الحسين دائما على خير، وما حد فقد أخو مثل الإمام الحسين لما فقد قمر بني هاشم في كربلاء. قمر بني هاشم اللي يستقبل الزوار في كربلاء، وها كربلاء غاصة بالزوار زيارة الأربعين ليالي الجمعة. يحاجي أخو أبو علي هذه الأبيات إلى الفقيد وإلى أهل الفقيد، يحاجي الإمام الحسين أبا عبد الله كربلاء غاصة بالزوار، ويحتاج إلهم من يأخذ بحاجاتهم، يحتاج واحد يداريهم. بلا بلا أبو فاضل إيش عندك؟ شي يقول إليه؟ يقول له يا أخو يا حسين زواري لفاو من ساير البلدان، كيف أقدر بلا جفين أضمهم خويا بالأحضى. يا أخو يا حسين أترجاك رجع لي جفيني، وبالراحة يا روح الروح شيل السهام من عيني، أريد أنظر لزواري. يا خويا شلون تبجيني واقضي حاجة المحتاج بإذن الواحد الدي؟ وإذا تقدر إلى قبري تشرفني يا نور النور، زينب لا تجي وياك وحق ظل عمك. ليش أبو فاضل؟ قال أخاف تشوفني وتسأل عن وعد بشهر عاشور، وأنا منها ومن سكنة يا خويا وش كثر خجلة. بيت الدعاء الإمام الحسين يجيب أبو فاضل، شي يقول إله؟ يقل لو أقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس، سهم عينك سطب قلبي وغيب مني الأنفاس، وإذا راسك يا خويا انصاب أنا جثة بلي يا راس، من الرض لاصق بصدري رضيع من ذبح عطشا. خجلان من زينب ما تجي إلى كربلاء، زينب ما تجي إلى كربلاء أبو فاضل. ها يقل لو إذا خجلان من زينب، زينب بعد خجلان، سباها الطاغية للشام وغصوب دخلها ديوة، وأمام عيونها راسي ظل يكسر أسنى، رقية حضنت الراس وماتت حسرة بالحرمة. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيرانا. يا الله إلهي بالحسين وجده وأبيه أمي وأخي والتسعة المعصومين بني، فرج عن كل مكروب يا الله، اشف كل مريض، فك قيد كل أسير يا الله يا الله. من اجتمعنا بسببه اللهم اجعل في قبري الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور والولدان والحور، انقله اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور، واحشره في زمرة محمد وآله وحسن أولئك رفيقا. إلى روحي وأرواح المؤمنين والمؤمنات أجمعين،
لا سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار موتى المؤسسين والحاضرين. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.